بوابه اخبار اليوم. اهلا وسهلا. اتكلمنا عن استضافه المحافظه لبطوله البلياردو العالميه الفرنسيه. والله احنا كمحافظه بنتجه اتجاه يعني قوي جدا في احتضان اي فعاليات مهرجانات او بطاقيات او مؤتمرات تنعقد في الاقصر، ويمكن من اواخر شهر 10 وحتى الان الحمد لله رب العالمين في عده يعني فعاليات تمت، والاقصر احتضنتها بنجاح. مهرجان السينما الاوروبيه، ملتقى الشباب العربي الافريقي، ملتقى بيوت الشباب العربيه، مع ملتقى التصوير الدولي اللي كان اتعمل هنا في الاقصر، واخرهم مهرجان السينما الافريقيه، والبطوله بطوله البلياردو اللي هي ان شاء الله هنفتتحها يوم الخميس باذن الله. بمناسبه مهرجان الاقصر السينمائي اللي هو لسه خالص امبارح، احنا شفنا امبارح قد ايه المخرج الاثيوبي بيشيد بمحافظه الاقصر، والمطرب السنغالي اللي جه غنى مخصوص، فيا ريت حضرتك برضه تكلمنا عن الفعاليه. هو الحقيقه مهرجان السينما الافريقيه مختلف عن السنه اللي فاتت، لان احنا زودنا فيه فعاليات كويسه قوي. اولا كان في اربع معارض فني تشكيلي، وانا رحت افتتحت معرضين منهم، ودي كانت يعني إضافة كويسة ضمن فعاليات المهرجان، وكل الأجانب والممثلين والمخرجين جم شافوا الفن في الفنون التشكيلية. عملنا تكريم الأم المثالية من خلال المهرجان، ودي كانت حفلة كبيرة جدا، رسمنا البسمة على وجوه ناس كثيرة من الأمهات وأمهات الشهداء بتاعة الأقصر. وبعدين بعد كده ادينا شعار للمهرجان إنه صديق المعاق، عملنا حفلة كبيرة جدا حضرها عدد كبير جدا من متحدي الإعاقة اللي موجودين في الأقصر وحضرها، من ضمنها حسام دكتور حسام السايح حضر، والدكتورة هند عاكف هي اللي كانت قالت الفكرة معايا وأنا تبنيتها، وكل الناس ساعدتنا، كل الناس ساعدتنا في التجهيز وحضور الناس اللي بتترجم بالإشارة والكلام ده، وهم المعاقين كانوا سعداء جدا بالحدث ده. وأنا خدت قرار هنا في المحافظة إن جميع الفعاليات تم في الأقصر بعد كده هتبقى صديقه للمعاق، وهيبقى في دور للمعاق ان هو يجي يقدر يشارك معانا ضمن الاحتفالات دي. امبارح الحفله الختاميه هي كانت حفله جميله جدا جدا، وفعلا زي ما حضرتك بتقول المخرج الاثيوبي الحقيقه يعني اثر فيا جدا جدا، فكرنا بعبد الناصر، فكرنا بنكرومه، بلومومبا، بهايلا سلاسي، بمبيلا. فعلا كانت فتره من الفترات كانت يعني القاره الافريقيه، وحتى الان بتزهو بعبد الناصر. كل ما بقعد يعني انا السفره الافارقه جولي هنا، سفير اوغندا وسفير السنغال، الحقيقه كانوا يعني كلامهم عن عبد الناصر اكن هم عاشوا الحقبه بتاعته، رغم ان هم صغيرين في السن ممكن ما يكونوش عاشوا، ولكن هي فعلا فتره كانت كويسه جدا جدا، ونامل ان هي ترجع. وبعد الحفله الحقيقه الرقص اللي تم في النادي بين مع الافارقه والموسيقى الافريقيه، الحقيقه المخرج دي عوض دفء جامد قوي يعني مع الناس دي، والناس دي بتحبنا جدا. صحيح بتحبنا وبتحترمنا جدا، ونفسها ان مصر ترجع تقود القاره الافريقيه زي ما كانت بتاخدها قبل كده. ويعني يمكن انا قابلتهم النهارده في المطار، ويعني سلمنا على بعض بحراره وودعتهم بحراره، على امل ان احنا نرجع تاني. انا فكرت وبطلب منكم ان انتم تساعدونا ان احنا نعمل زي جايزه للادب والشعر والموسيقى الافريقيه عندنا في الاقصر هنا. فيعني انا بتكلم الكلام ده مع احدى الافريقيات اللي قابلتها، وهي اصلا عامله مكتب في باريس وعندها استعداد كبير قوي ان هي تشارك في الفعاليات ديت، وهي من ساحل العاج. يعني ان شاء الله انا هسعى في هذا الموضوع، وهنشوف ناس تتبنى الفكره وتقدر ان هي استغلال مؤتمر ديب الادبي. يا ريت والله، يا ريت مؤتمر ديب الادبي بيستضيف بعض من دول حوض النيل. تمام. وبيعمل تآخي بيننا وبينهم، ويكون في حاجه زي كده. المستشار خالد زين برضو انا طلبت منه اقامه بطوله تأديف عندي في الاقصر هنا لدول وادي النيل، تبقى بطوله وادي النيل للتأديف، وهو وعدني انه هينفذها، بس هو كل ما يديني ميعاد الحقيقه الميعاد بيتاخر شويه، لكن عندي امل ان يعني هو والمهندس خالد عبد العزيز ان هم يقدروا ان هم ينجحوا الفكره ويشتغلوا عليها باذن الله وتتم عندنا هنا في الاقصر. لاحظت امبارح فوت حضرتك في اعاده التدفق السياحي للاقصر، قدمت حضرتك لبعض الوزراء وكانت في رفع الحظ، عايزين فكره عنها. والله انا يعني انا اول لما جيت كان لما لقيت ان معظم سكان مدينه الاقصر بيشتغلوا بالسياحه، فكان اهم حاجه عندي ان انا ايه ارجع السياحه بشقايا، السياحه الوافده والسياحه الداخليه.
السياحه الوافده رحت لاكثر من سفير، رحنا للسفره كلهم تقريبا، سفير ايطاليا وسفير روسيا وسفير انجلترا وسفير فرنسا وسفير الاتحاد الاوروبي وسفير اليابان. ويعني اول لما جيت هنا لقيت ان معظم السكان بيشتغلوا بالسياحه، وبالتالي السياحه واقفه وهم متوقفين، فكان هدف رئيسي ان انا اتوجه الى انشط السياحه الخارجيه والسياحه الداخليه. وزرت اكثر من سفير، سفير ايطاليا وفرنسا وانجلترا وسفير الاتحاد الاوروبي وسفير اليابان والسفير الروسي، وشرحت لهم كل الظروف الخاصه بالاقصر، وقلت لهم حرام ان الاقصر تبقى فيها تحذيرات للسياح ان هم يجوها، وهي ما فيهاش لا مظاهرات ولا فيها حظر تجول ولا فيها حاجه من كده. هم برضو اتفاجئوا، عدد كبير منهم اتفاجئ ان ما فيهاش حظر تجول، رغم ان هم حاطينها في الدائره البرتقالي اللي هم كانوا حاطينها فيها. طلبت بعض الخبراء السياحيين يجوا، الامنيين يجوا يزوروا الاقصر. جالي خبير فرنساوي هيئه التنشيط كانت جايباه، جالي الخبير امني ياباني هنا، وكلهم كتبوا تقارير ايجابيه جدا عن الاقصر. والسفير الانجليزي وعدني ان يعني ان شاء الله في رفع للحظر ده قريب جدا، ويمكن اثناء ال WTM اللي كان في لندن، بورصه السياحه اللي كانت في لندن. فانا رحنا فعلا، وفعلا اخر يوم اتخذ قرار برفع الحظر، واترفع معاها 23 دوله رفعت الحظر عن مصر، ودي كانت بدايه كويسه. وبدات الطيران يجي، الطيران النهارده بيجي يوم السبت بتيجي طياره من باريس، يوم الاثنين بتيجي طياره من لندن، يوم الثلاث بتيجي اربع طيارات من 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 المانيا، يوم الاربع بتيجي طياره ثانيه اضافيه جبناها واحنا في برلين من شركه تومسون جايه. ابريل ان شاء الله توماس كوك جايبه طياراتها برضه باذن الله